حنا بقى شي درنا دخل بيت سكون والنساء تيشافو عيطو واخا راجل اخا راجل قطع روحو قال لهم خير مره. مساء الخير عليكم، مساء الخير على ناس الصيف، على ناس الكرم والضيافه. حاب نشكركم ياسر خلاه على الضيافه تاعكم، ونشكر على جمعيه هوب صيف على ليفينمون هذا اللي داراته واللي فيه جمعه الايتام ازيد من 150 طفل. حاب نشكرها ياسر خلاه وميمه نورمالمون اسمها، ونشكر ناس الصيف كامله، ونحبكم ياسر خلاه ومرحبا بكم في عنابه. كان لي الشرف نحضر هذا الحفل الخيري اللي فيه ازيد من 150 طفل، وعقب الله يبارك حاجه قمه. فرحنا كاع لي فامي وكاع لي زانفيتي اللي كانوا مغبونين عامين كومبلي كورونا وبيريود فات تاع علينا، راكم تعرفوا ايسونسيال زهينا العباد وزهينا الايتام، وان شاء الله ربي كيما نقولوا يحفظهم ويحفظ جميع الجزائريين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا نشكر قناه الهضاب على التغطيه المميزه، نشكر القائمين على قناه الهضاب وخاصة الأستاذ عبد القادر عقون والبقية. أولا نشكر هوب سيتيف على هذه المبادرة، ونشكر الببليك اللي دار الثقة في ليفينمون هذا وجا مد دراهم باش يعاون الأيتام. احنا نثمنوا مبادرات كيما هذه، ان شاء الله ربي تولي كل يوم وكل يوم وكل يوم، ماشي كل سمانه وكل شهر نشوفوا تظاهرات كيما هكذا. يعطيكم الصحه، كل واحد باسمه، يعطيكم الصحه بزاف. شكرا لكل القائمين من اعلى الهرم الى اسفله، يعطيكم الصحه والسلام عليكم. أنا جيت طوعت الحفل الخيري هذا اللي تم على 150 قبل طفل وطفله، وان شاء الله ربي يحسبها لنا، وكم ميرسي كامل اللي طوعوا ان شاء الله وربي يحفظهم. فوالا اليوم رانا لهنا في هذا الحفل المبارك اللي كان على شرف اطفال الايتام. نشكروا لو غروب هوب اللي هو اللي كيما نقولوا الى اورغانيزي سيت فيت، ان شاء الله ربي يجعلها ان شاء الله في ميزان الحسنات. انا راني لهنا كمتطوعه، دونك قصدوني انا توجور بابي مفتوح للخير. الناس كامل يعني الحمد لله تعرفني من هذه الجهه، دائما للخير واقفين ان شاء الله، ونقعدوا دائما يدوا. اليوم درنا حفل خيري على شرف أكثر من 150 طفل يتيم، قاعت الحفلات الدوم بارك مول اللي كان على شرف الأيتام. حضروا بزاف مشاهير معنا اللي حبوا يفرحوا الأولاد وحبوا يعطيوهم أمل أنه مازال كاين ناس يحبوهم، مازال كاين ناس يعاونوهم، مازالوا كاين ناس راح يكونوا معاهم في كتافهم. يعني الحمد لله أنا وش راني نشوف الحفلة قبل نجاح، وين كنا كامل يد واحدة سواء ليزارتيس اللي شرفونا بحضورهم، متشرف بحضورهم، وسواء الببليك اللي جا ثاني، رانا كنا كامل داخل القاعة فامي واحدة ونجحنا الحفل هذا. ومشى الحفل هذا الحمد لله، جينا على جال الأولاد، بيتعنا أنه نفرحوا الأولاد، نساهموا مع الأولاد، الحمد لله يعني فرحوا عقب حفل مليح. جي لونور اللي كنت بارمي لي زارتيست اللي داروا الحفلة هذه، وصافي بليزير، وين يحتاجونا في الخير ان شاء الله يلقاونا. نشكركم مع الدعوه، ميرسي بوك، وربي يخليكم ان شاء الله، وشكر تام كيما احنا نقولوا العمل الخيري اللي راهم يديروا فيه، وربي يحفظكم وربي يجازيكم ان شاء الله. وشكرا. كان على شرف حضور حفل صالح الايتام ذكور واناث مع مجموعه الامل هوب. الحمد لله يا ربي درنا اللي علينا، وكان الحفل جد جد رائع ان شاء الله. الحمد لله تشوف لي زانفيتي جانا من قدام ولايه، من مسيله، من البرج، من البليده، من الجزائر، لي زارتيست تاعنا المؤثرين ثاني، يعطيهم الصحه ثاني. يعني انا مسرور جدا اني حضرت انا تاع الايتام وهذاك، ودرت لهم على بخيفه شوي وهذاك، وان شاء الله يا ربي يقبل لي هذا العمل اللي درته يعني.